عسلامة لبنان. عسلامة يا روحي. لاباس عليك؟ لاباس. عايشة. شنو حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. قدموا لي ارواحكم رغم انك انت غنيه عن التعريف معروفه على التيك توك. يا عايشه كاين ايمان من توزر عمري 18 نقرا ونخدم مع امي نعاون فيها. وهذه صاحبتي من محمديه. من محمديه عمري 17. مرحبا بكم لبنات. هل صحيح انه اليوم اسهل طريق للشهره هو التيك توك والانستغرام؟ والله كنت تحبي تخدمي وتحبي تتشهري تعملي كل شيء وتتشهري وفي فلوس تيك توك ونشجع الناس الكل على تيك توك. بالحق. فوالا. نبدا نحكي على بداياتك في التيك توك. بدايتي من كنت انا اول مره عملت التليفون عملت كونت تيك توك. بديت بشوي بشوي كان عندي تليفون عادي من بعد عملت ايفون بعد شوي معنا كل مره كيف بالمرح فماش حاجه تطلع دورة كل مره بالمرح. خلينا نحكيوا على اول ما جاتك الفكره. اول ما جاتني الفكره شفت الناس كل تعمل في تيك توك قالوا فما كونت اسمه معناها ابلكيشن اسمها تيك توك عملت كونت تيك توك نصور عادي نورمال مع على بالي نصور على طبيعتي لا نتزين لا نزق فلتر لحد شيء نصور على طبيعتي بلبسي نتاع الخدمه بتهنتيلتي نورمال نحب نضحك هذيك انت جيت تحياتك الشخصيه مع العبيد اللي هي حاجه صعيبه شويه انه شكون يعملها ليه نورمال انا نعملها خاطر الواحد ما طبيعي يعيش على طبيعته خير من يعيش على يجي واحد مثال في الشارع تو كيما يشوفك يشوفك وجه اخر وفي يعني على انستغرام تيك توك يشوفك نوع اخر ليه مادام هو شافني دو وعرفني كان انا نفسي. علاش احنا عرفناك؟ عايشك عايش. شفنا زاده امك تظهر معاك على تيك توك. اي امي تحيه لامي زاده نحبها. تحيه ليها. يا عايشك امي راجل بلف راجل زاده نقولها لك. مراه بلف راجل. والله الحمد لله اني انا بنت الفلانه هذيك. بالحق. والله. انا امي علاقتك بها لدرجه انها تخرج معاك معناها في تيك توك. انا وامي من صغرتنا مع بعضنا ما تفرقناش حتى نهار وعمرنا ما تفرقنا وديما مع بعضنا وما تفرقناش كان الموت يا رب ان شاء الله يجي نهار يقبل نهارها اذا شو نتمنى ان شاء الله نجم نخدم ونرجع لك يا امي اللي تعبتي معنا الكل خاطر ماما تعبت معنا برشا سهرت الليالي تعبت دهشت امي تنحي من عندها وتعطيني ما خلتش حاجه ما تشريهاش تعبت برشا امي ربي يفضل كل ام ننصح كل واحد يخاف على امه ويقدر امه برشا راهي الام كنز ما تتبدلش وما تعوضش والله بالرسمي ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضل هيك يا عايشك ان شاء الله ان شاء الله تشوفني في بلاصه كيما تتمنى فيها هي كيفاش قنعتها باش تظهر معك امي بالصدفه وقتها اول مره طلعنا عمري 18 ماشيين من هنا صوت نبيل شافني هذا البالونيت بتاع 18 قال لي تحبي تصوري قلت له مرحبا بك العسل سالنا اسئله جاوبنا الاسئله امي انا زاده سبري ما عنديش شك تسكر امي محليها تفدلك ضحاكه شرها فنانه زاده عندها قلايب ما تخافش وربي يحفظها وربي يسترها كهو انت فنانه كيف ولا انا جوي مش جو الفن انا جوي جو الكونترا والفازيت هذوك قداش عندك اليوم متابعين على تيك توك؟ عندي 200 200 كا 200 كا ما تعمل في نسب مشاهده كبيره الحمد لله الحمد لله ان شاء الله نعودوا اكثر ان شاء الله يا ربي اقبل 10 ملايين وين انا وين هما كيما ضحى ضحى صاحبتنا ربي يزيدها وربي يوفقها عملت حاجه باهيه خدمت على روحها تعبت حتى هي كانت ملوطه طلعت للفوق ربي يزيدها فماش حاجه تجيك طوره ملوطه للفوق شنو طموحك؟ طموحي اني نولي نخدم بخدمتي وبداري وكرهبتي ونعود مدل امي وبشيختها خاطر تعبت معنا برشا هذا طموحي ما طموح عندي حتى طموح اخر اني نعيش امي العيشه اللي تحب تعيشها هكا هو بخلاف هذا ما عندي حتى طموح اخر. بالنسبه للعبيد اللي ما تعرفكش اليوم احكي لهم شويه على الكونسيبت نتاعك. انا محتوى اللي تقدمه محتوى نقدمه اني بنت حومه شعبيه بسيطة برشا نعيش ببساطتي نعيش بضحكتي بتفرهيدي مزمرة نضحك متاخذ على راسي نضحك نبكي نضحك واللي قال في هنا هنا والحمد لله في القلب في القلب ديما نضحك موجود في القلب في القلب القلب عسلمة انت صديقتها من تونس من تونس كيفاش تعرفتوا على بعض احنا تعرفنا بار فيسبوك عرف دارهم وجيت لدارهم وكل شيء وتحيه لدارهم تحيه للناس الكل صاحبتي عزيزتي وعشيرتي نحب بعضنا ياسر توا وين نلقاو زوز بناتي تعرفوا على بعضهم ماني على الفيسبوك والله فيسبوك واحده من تونس واحده من توزر
ويتقابلوا ويوليوا اصحاب بالحق معناها. فيسبوك عرفنا بعضنا، نحكوا مساجات، قلت تعطينا لتونس، قلت لها وين تسكني؟ قلت في محمديه، قالت لي جلدار، مشيت لدارهم، وليت نمشي كونتاكتي مع دارهم، دارهم حبوني وانا حبيت دارهم، وليت ديما نقعد ونجي نعمل طل. شنو الحاجه اللي خليتكم هكا تكونوا اصحاب؟ نفس الطبيعه، نفس الطبيعه، بسطاء ياسر وما نشكل هكا هكا. كيفاش هكا هكا؟ نقول لك المزمر يحس بالمزمر. محليكم والله محليكم. عايشة عايشة عليه. طفلة محليها على الاخر، تعيش على طبيعتها، كلمتها على فمها، كلمتها تقولها، ما توزن هي، ما تبش تقعد قولوا نحن تقعد تخمم باش تخرج الكلمة، عجبتها عجبتها، ما عجبتهاش ما عجبتهاش. اش باش تقول لك؟ تقول لك لا، يقولوا لك لا مشهورين على تيك توك، ليه ما يحسبوش غيرهم. لا لا مش صحيح. فما البعض، يقول لك فما البعض اللي يقول لك لا انا مشهوره على تيك توك، ليه ما نحسب انا باش نمشي نصور مع هذاك باش نحكي كيف البارح في باب بحر نتاع تيك توك، يا نتاع تيك توك عادي تقول نتاع تيك توك، شفاه ما فيها شيء تبيع. يقول لك لا تيك توك حاجه خايبه، تشطح انت، انا نشطح على تيك توك، شنو هو تيك توك؟ فما عباد تحبك وفما عباد ترفضك. انا باش نحكي طبيعي، هذا حاجه بسيطه برشا. هبطنا سوق بومنديل، يا نتاع التيك توك يا نتاع الكونترا. هبطنا الباب بحار كيف كيف، يا نتاع التيك توك في كل سعيد، كل بلاصه دحدح بلايص، الكل البلاصه اللي نمشوا لها نتاع التيك توك نتاع وين ما تمشي يعرفوك. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله يعرفوني في الخير، ما يعرفوني شي حاجه باهيه ان شاء الله. احكي لنا شويه على توزر. بلادي هذيك الدقله والتمر تحت الترام ننتخب. تجاوز معناها توزر، لازمك تحكي لنا. لا بلادي باهيه، بلادي سمحه، تحيه لولاد بلادي والجنوب، بلادي باهيه برشا، محلاها قد ما نحكي عليها ما نجمش نوصفها. مرحبا بكم ان شاء الله في توزر، توزر باهيه برشا. وبالحق الوقت اللي لازمنا نجيو فيه لتوزر في الخريف. توا ليه محليه الطقس؟ اها توا عندنا عجيج. وانت ما تقولش العجيج. لا عادي والله ما تقولش العجيج. بلي قلت لي ما عنديش قلب، وتوا قلت لي انا ما نحملش العجيج. ليه انتم ما تحملوش؟ انا عادي ما يقلقني شيء. شنو اخر الماكله المشهوره بها توزر؟ كل شيء، كسكسي، ملوخيه، رق، كل شيء. طيب توقعي في مخك كي نجيو لتوزر وين تهزنا؟ العنق، جمالتا، مغزى، شبيكه، راس العين، شقواق، البلايص السياحيه كلها نهزك ليها. وانت تحبي نهزك بالحق والله. اوكي ان شاء الله. مشيت بحذيها لتوزر ولا لا؟ مازلت ما ان شاء الله على قريب. ماشي. اي شنو تعرف عليها توزر؟ والله على حسب ما تحكي لي برشا حاجات. قبل الساعه ولا ما مشيتش؟ اما على ما تحكي لي فرصه باش نمشي ان شاء الله. وتحكي لي برشا حاجات، برشا محلة من الصحراء. توا ديجا كنا نحكي شوي اخرى، معناها شوي اخرى، عالم اخر، مش كيف بلادك تبدي مستنسع بها، مش كيف تمشي لبلاصه اخرى، وخاصه تبدي تحكي لك عليها تتشوقي باش تمشي، تزيدي تقنعي روحك انك صايي لازمك تمشي. البنات مرحبا بكم، محليكم الحقيقه على الاخر، نخلي لكم الكلمه الاخرى. تحيه لولاد بلادي، تحيه لامي، تحيه لاخواتي، تحيه لجدتي، بابا الغالي، تحيه لمعز وحنين، تحيه لرمزي، تحيه لكسكس زيدا كساي ديكاس، تحيه الناس نحبهم الكل، بيزو. تحيه لاخواتي وماما وبابا وطيه سمينه والتوزر لتوزريه، وتحيه لخويا ربي يخلص وحلو.